اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج والله زمان. هنتكلم النهارده في حاجه مهمه جدا وهي الصحه. الصحه من ايام الفراعنه لحد دلوقتي. هنتكلم عن مراحل التطوير بتاعتها، هنتكلم عن التشخيص، عن العلاج، خدمات المواطن في العلاجه والوقايه، هل هي موجود الكلام ده ولا الدوله مقصره فيه؟ هنتكلم ازاي المواطن يحصل على حقه في العلاج، هنتكلم عن المستشفيات الحكوميه والخاصه وايه الفرق ما بينهم، هنتكلم عن التحاليل والمناعه وازاي نقي الشعب المصري من الامراض المستوطنه موجوده فيه دلوقتي. هنتكلم النهارده عن كل دوت مع الدكتور سلامه الشناوي، استاذ ورئيس قسم المناعه والتحاليل الطبيه بمستشفى شبين الكومي التعليمي. اهلا اهلا بيك. زي ما قلنا هنتكلم عن التحاليل وعن الصحه بصفه عامه. الشعب المصري من زمان جدا هو رائد في كل حاجه، زي الفلك، زي الصحه، زي الطب، زي حاجات كتير مختلفه. فاحنا نتكلم عن الطب او المجال الصحي من ايام الفراعنه، فقول لنا نبذه مختصره عنه. هو الفراعنه انت عارف انهم نبغوا في حاجات كتير، وطبعا من اهمها الطب، يعني ما زال سر التحنيط سر محير العالم كله. تمام. انما يعني مثلا انا كاستاذ تحاليل طبيه اعرف ان الفراعنه كانوا بيشخصوا امراض زي السكر، مش كده وبس، يعني على معابد، على اعمده معبد ابو سنبل في رسم للحيوان المنوي من ايام الفراعنه. من ايام الفراعنه. وصلوا ازاي؟ ما يعني اكيد يعني وصلوا ان هم يقدروا يشخصوا بميكروسكوب وكده. يعني ازاي رسموا الحيوان المنوي على جدران معابدهم؟ فهم كانوا متقدمين جدا يعني في علاج وتشخيص. طب هل تم الاستمرار في التقدم دوت على فترات مصر المختلفه ولا توقف في مرحله معينه؟ هو في مجال الطب الحقيقه مصر من الدول الرائده، يعني يعني انت تذكر ان كان في الخمسينيات كان بيجوا ناس من انجلترا يتعلموا في مصر في جامعه القاهره في كليه الطب، طب مناطق حاره من انجلترا وفرنسا واليابان، ويروحوا يمارسوا المهنه في بلادهم. يعني مصر في المجال الطبي من يعني واخده وضع جيد. طبعا هو ابتدت البدايه صحيحه او انشاء وزاره عن طريق الملك احمد فؤاد الاول سنة 1936. كان حصل موقف طريف كده، كان دخل في غيبوبة سكر وفي دكتور مصري عالجه، فقال له أنت أول وزير موجود. ومن وقتها تم إنشاء الوزارة. صحيح. من ساعتها لحد دلوقتي الوزارة يعني بصفة عامة الوقاية والعلاج. أيوه. فنبتدي بالعلاج، إزاي المواطن أول ما يروح مستشفى حكومية يحصل على العلاج السليم، أو إيه الخطوات اللي لازم ياخدها عشان يحصل على العلاج بتاعه؟ هو إحنا في نوعين من الأمراض. تمام. في أنواع طارئة، طوارئ. طوارئ ده اي مريض بيجي له حاله طارئه بيجي اي مستشفى حكومي على الاستقبال، ما بيدفعش اي فلوس. تمام. بيقطع تذكره استقبال، بيدخل الدكاتره بتشوفه، واذا كان محتاج فحوصات للتشخيص او محتاج علاج بتتقدم له الخدمه مجانا. طيب فورا. بالنسبه للطوارئ، يعني في ناس بتقول كتير انها بتشوف حاله بتروح المستشفى وبترجع من على الباب ما بيردوش يدخلوها، حالتها صعبه جدا او كذا، هل ده صحيح ولا كلام مبالغ فيه؟ هو بص، ده طبعا كلام مبالغ فيه. يعني انا هضرب مثال بالمستشفى اللي انا فيها. تمام. انت عارف احنا حالات الطوارئ بتتناوب بين مستشفى جبين الكومي التعليمي والمستشفى المنوفيه الجامعي. يوم للطوارئ تبع مستشفى جبين التعليمي ويوم تبع الجامعه. فهو لو المريض جه مستشفى جبين التعليمي في حاله طوارئ والمفروض يوم جامعه، بنوجهه انه يروح الجامعه. بس لو حالته ما تسمحش ان هو يتنقل من مستشفى جبين بعد ما جه للجامعه، يعني ما يتنقلش في 5 دقائق، المستشفى بتاخده وبتعمل له كل اللي اذا ما فيش مستشفى تقدر تقفل بابها في وش اي واحد. لا طبعا مش ممكن. لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الانساني. تمام. ده بالنسبه لحاله الطوارئ. الحاله العاديه بقى في العلاج، الحاله العاديه بيجي العيادات الخارجيه بيقطع تذكره فحص عادي. تمام. بيروح العياده للطبيب المختص في التخصص اللي هو عايزه، والطبيب بيطلب له الفحوصات اللازمه من تحاليل واشعه، طبعا بتبقى لها اسعار رمزيه بيدفعها رسوم، يعني دي برسوم عاديه، وبعد كده بيوصف له العلاج سواء هيبقى خارج المستشفى او يعني بياخد العلاج من المستشفى ويطلع. لو العلاج مش متوفر بالنسبه للاسعار، يعني مثلا بالنسبه للتحليل، يعني حضرتك متخصص في التحاليل، فلو التحليل مثلا بره في اي مكان بره ب 100 جنيه او ب 200 جنيه، هل هيقارن بالمستشفى الحكومي وهيكون كام في المستشفى الحكومي؟ يعني تقريبا المستشفيات الحكوميه اسعارها حوالي 20% من اسعار بره. يعني لو يعني لو ب 100 جنيه يبقى ب 20 جنيه حد اقصى يعني. تمام. طيب يا فندم، بالنسبه للاسعار، دخل هو المعمل وخد العلاج والتشخيص بتاعه من الدكتور وما بيوصلش للمعمل التحليل، هل ده تقصير من المواطن نفسه ولا عدم معرفه بمعمل التحليل؟ لان معظمهم بيتجهوا للمعامل التحليل اللي هي الخارجيه زي ما حضرتك عارف، فده بيرجع لايه؟ هو فيه
يعني ثقة أكتر في القطاع الخاص عند بعض الناس، أو ثقافة يعني بيعتقدوا أن التحليل بره هيبقى يعني أفضل، لأن الأسعار أغلى يبقى هيديله اهتمام أكتر. كمان في شغل بيزنس يعني بعض المعامل الخاصة تعمل ما شبه استئجار لبعض العاملين، يعني مثلا حد شغال في القطاع الحكومي يحول هو الحالات خارجي انه يحول له الحالات وياخد جزء من الفلوس مثلا، يديله نسبه ولا حاجه. يعني دي بعض العوامل يعني. انما لو انت قارنت معمل حكومي زي معمل مستشفى جبين الحكومي التعليمي باي معمل خاص، لا يمكن ان المعمل الخاص يقارن اصلا بمعمل المقارنة المستشفى عن طريق الاجهزه الحديثه اللي موجوده. يعني الاجهزه في المعمل مستشفى كبيره زي شبين التعليمي هتتجاوز ملايين الجنيهات، مين معمل هيشتري اجهزه بهذا الشكل؟ كمان احنا بنخضع لبرامج جوده، يعني التحاليل في المستشفيات بتبقى يعني جودتها اعلى من الخارج، مش بس بكلامنا ده، بشهادات جوده معتمده وبرامج جوده. بالنسبه لمعايير الجوده، انا اعرف طبعا ان هي معايير جوده محليه تبع وزاره الصحه ومعايير جوده عالميه تبع منظمه الصحه العالميه، فهل المستشفيات الحكوميه المصريه بتخضع للمنظمات العالميه دي ولا لوزاره الصحه بس؟ بص، وزاره الصحه بتاخد معايير الجوده بتاعتها على المستوى العالمي، يعني منظمة الصحة العالمية بتطلع المعايير. تقوم مستشفى تقوم الوزارة منزلة المعايير دي لمستشفياتها، يبقى المستشفى بتلتزم بالمعايير دي. ولكن برامج الجودة، يعني أنا كمعمل بقوم باخد أنا العينات من وزارة الصحة كاختبار، أعمل التحاليل دي عندي في معملي وأديهم النتائج يشوفوها مطابقة للنتائج اللي عندهم ولا لا، يبقى انت مطابق للجوده ولا مش مطابق للجوده. ده معنى معايير الجوده. طب اللي احنا بنعملها طبعا ايه هي اهم المعايير اللي المفروض تكون موجوده في كل مستشفى علشان يتقال عليها ان هي مستشفى فعلا بتقدم خدمه للمواطن؟ هو في مجموعه من المعايير، يعني في مكافحه العدوى، في حاجه اسمها بروتوكول عمل، يعني في كل قسم مثلا حاله زايده دوديه جت قسم الجراحه، في بروتوكول معروف لما تجي لك حاله زايده دوديه تحطها تحت الملاحظه لمده كذا، لو لقيت علامات كذا تبدا تستدعي دكتور التخدير وتبدا تخش الجراحه وتعمل لها عمليه، تتحضر التحضير للعمليه بمعايير كذا وكذا كده. عندنا في المعمل برضو المعايير الجوده، الاجهزه ديت اصلا في عندنا الاجهزه بتاعتنا ما بتشتغلش الا لو انت عملت كاليبريشن او معايير جوده للجهاز نفسه. يعني تأكد ان الجهاز اصلا هو سليم صالح للاستخدام او لا، اصلا نتيجه لو انت ما اتبعتش المعايير. لازم تتبع المعايير ويديك نتائج مظبوطه. فالمعايير دي عالميه، ولكن بتجي لنا في شكل تعليمات من وزاره الصحه ولازم تنطبق على كل المستشفيات. طيب ده بالنسبه للاجهزه وبالنسبه للاسعار، بالنسبه بقى يعني بعد التشخيص ومرحله التحليل مرحله الدواء. طبعا الدواء الحكومي يعني مش عايزين نقول غير متوفر، لكن مش بالشكل اللي هو يناسب في العلاج فعلا. فهل هنا في تقصير في وجود الدواء ولا في تقصير في التشخيص نفسه او في التحليل؟ بص، هو دلوقتي الموسوعه الدوائيه بقت كبيره جدا. انت عشان تقدر تيجي تحصي عدد الادويه هتلاقيها حاجات تكاد لا تحصى. تمام. المستشفيات بتلتزم بادويه معينه بتيجي عن طريق مناقصه بشكل مجموعات، يعني في المضادات الحيويه بناخد من كل عيله مضادات الحيويه صنف او اثنين، في المسكنات صنف او اثنين، يعني كده. ففي الدواء موجود في المستشفى متوفر، لو في شورتج او نقص في صنف معين مش ما بيبقاش دارج في يعني الامراض نادره، هو ممكن يبدا يكتبه له. مع ذلك حتى الحاجات دي لو انها غاليه بتعمل قرارات علاج على نفقه الدوله، والدوله بتوفرها للمريض على نفقتها. طيب بالنسبة للنتيجة بقى، نتيجة التحليل أو التشخيص أو العلاج، النتيجة دي بتخضع إذا كان التحليل صح أو غلط، أو الجهاز أو التشخيص الدكتور أو العلاج، بنعرف إن النتيجة هي إذا كانت صح أو غلط. ما أنت حضرتك عندك معايير جودة، لو أنت ماشي على معايير جودة أنت مش هتعمل غلط. يعني أنت هتكتشف من الأول عندك يعني عيب في الجهاز، عندك عيب في المواد، ممكن يكون العيب فيه. طبعًا. عندك عيب في البرسونيل أو الشخص اللي بيشتغل. تمام. يعني أنا هديك قصة حصلت معانا كانت ظريفه يعني. كان جه مريض كبد عمل تحليل البومين وبعدين قليل، فبقوا يصرفوا له البومين ويدوا للمريض البومين ويعادلوا التحليل يطلع الالبومين زي ما هو قليل. يعني بعد العلاج وبعد التحليل. بعد ثلاث ايام جالي رئيس وحده الكبد وقال لي تحليلكم غلط، لان احنا ادينا الراجل دلوقتي حوالي 9 ازاز البومين وما زال مستوى الالبومين في الدم ما اتغيرش. فانا فاجئته بالجواب، قلت له هات الالبومين اللي انت بتديه له حلله له.
انت مش ممكن تكون بتدي له البومين. صح. فجاب لي الازازه وحللناها ما لقيناش فيها اي البومين، وكان ده اكتشفنا ان في البومين مغشوش في السوق. يعني ده دواء مغشوش. دواء مغشوش دخل ازاي ما تعرفش يعني. دخل وزاره الصحه. لا. طب امال الدكتور المريض كان جايبه من خارج وزاره الصحه. يعني المريض اشتريه من بره. المريض اشتريه من بره. واخد بالك؟ ادي السبب بقى، لان وزاره الصحه بتخضع للجنه فحص، لما تيجي تاخد دواء تاخد مواد للتحاليل اي حاجه، في لجنه فحص بتفحص الحاجه قبل ما تستعمل. بس انا بديك فكره ان هو يعني هو قال لي تحليل خطا، ممكن يكون حللنا المنتج الشخص ولا غلط. الدواء هو اللي غلط، الدواء هو اللي ما فيهوش البومين. وبقى مشهور دلوقتي ان في البومين مغشوش في السوق. طيب بالنسبه يعني مصر، طبعا احنا عارفين تكدس السكان اللي موجود والاتربه اللي موجوده، ايه هي اكتر الامراض المنتشره في مصر او معمل التحليل بيهتم بيها او بيلاقيها موجوده؟ هو انت عارف طبعا ان في الفئات العمريه المختلفه امراض مشهوره اكتر. يعني لما نيجي نتكلم في الاطفال، الانيميا الوراثيه بالذات زي انيميا البحر الابيض المتوسط. يعني الناس يا دكتور تعرف الانيميا بصفه عامه، ده عنده انيميا او ما عندوش انيميا. طيب ايه انواع الانيميا اللي موجوده؟ لان في بعضها ضار ممكن يؤدي للوفاه. ما هو زي لو في انيميا نتيجه عيوب في تكوين الهيموجلوبين بتاع المريض الدم، او نتيجه نقص انزيمات زي مثلا انزيم الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز اللي هو بتاع انيميا الفول، او عيوب في كرات الدم الحمراء، دي لازم تتعالج. فدي بتتعمل عن طريق تحاليل متخصصه مش مجرد صوره دم. فده لما بيجي المعمل بيوجهه او يلفت نظر الدكتور المعالج ان في انيميا، هو على طول لازم يكمل التحاليل بتاعته. في مثلا الفئه العمريه الكبيره، من انا ابدا ادور على السكر، ادور على الكبد، ادور على الكلى، وظائف الكلى، الدهون، الدم عشان امراض القلب وكده والشرايين. ففي كل فئه عمريه بيبقى لها. طب بالنسبه للسرطانات او فيروس سي او الحاجات اللي هي منتشره في مصر بقى لها مده ولحد دلوقتي لسه موجوده، ومصر بتحصد نسب عاليه جدا في الامراض دي، قسم التحليل بيهتم بالموضوع ده ازاي؟ هو يعني في الاول في الكشف الدوري او التحاليل الدوريه، في دي ثقافات بقى يعني. في واحد يجي لك يعمل تحليل دوري كل 6 شهور او كل سنه. الشخص نفسه. الشخص نفسه بتعمل له انت الفيروسات، وبتعمل له الدهون، وتعمل له الكلى والكبد والاوراق، دلالات الاورام الشائعه زي اورام الكبد، اورام البروستاتا. تحليل كامل على جسمه، تشيك اب. ده اسمه تشيك اب، ده ممكن واحد يعمله ويكتشف بدري. انما لما يجي مريض بقى هو يقول لك انا كان ليا مثلا جوزي كان عنده فيروس سي وتوفى وانا عايز اشوف، نبدا نهتم بالكبد والفيروس وحش للمرض، فهو بيتبعه يشوفه موجود ولا لا. بالظبط كده. يعني هو يدي لك، تاخد تاريخ المرضي للمريض، انت بتحدد له التحاليل اللي انت عاوز تعملها له. وطبعا لو هو اداها للدكتور المعالج بيكون افضل، هو بيطلب له التحاليل اللي ممكن تساعده. تمام كده، اتكلمنا بصفه عامه عن الخدمات اللي بتقدم في المستشفيات، عن التحاليل، عن التشخيص. ناقص هنتكلم عن الدستور والقوانين الموجوده، هل هي بتخدم المواطن عشان يتلقى خدمه كويسه في المستشفى ولا لا؟ بعد الثوره عندنا امل كبيره جدا، هنتكلم في القوانين، في الدستور، في حاجات كتير جدا. استنوني بعد الفاصل، والله زمان. ورجعنا بعد الفاصل ومكملين والله زمان. بنتكلم النهارده عن منظومه الصحه في مصر، اتكلمنا عن تاريخ الصحه بصفه عامه، اتكلمنا عن الخدمات اللي بتقدمها المستشفيات الحكوميه في مصر بالنسبه لمعمل التحاليل، التشخيص، العلاج، الدواء، الاسعار، الاجهزه اللي موجوده التي لا تقارن بالاماكن الخارجيه. هنتكلم دلوقتي في القوانين، لكن قبل ما نتكلم في القوانين هنتكلم ان موجود في مصر دلوقتي حوالي 630 مستشفى او اكثر، كل مستشفى ليها معمل التحليل الخاص بيها. طب يا ترى معامل التحليل دي اتطورت، كانت زمان ايه ودلوقتي بقت ايه؟ هنتكلم في النقطه دي قبل ما نتكلم في القوانين الموجوده. اتفضل يا دكتور. هو حضرتك مهنه التحليل الطبيه دي تعتبر مهنه حديثه جدا. يعني لك ان تتخيل ان مثلا كرات الدم الحمراء او فصائل الدم اكتشفت سنه 1916 او 1917 عن طريق عالم اسمه لاندشتاينر. 1916 يعني حوالي 100 سنه. يعني لسه من 100 سنه. فبدات وبدا كان التحاليل اول ما بدات كان بتحلل تحليل ضوئي على شكل منشور ضوئي. تمام. باستخدام منشور ضوئي وحيد يعني الفصيل الضوئي او الطول الموجي الضوئي. فكان بيقيس حاجات محدده. دلوقتي بقت الاجهزه كلها تقريبا اليه او ذاتيه التحليل. تحلل واحده وتطلع النتيجه. الاجهزه كلها اوتوميتد دلوقتي او بتتبرمج وهي تحلل وحدها. التطوير ده يعني في كل فتره كان ازاي، او على مدار العصور اللي فاتت او التاريخ اللي فات؟ يعني كان يعني ابتداء من سنه 1980 بدا يحصل التطور، تقريبا بقى كل سنه.
بتطلع حاجات جديده، كل حاجه جديده. اه يعني دلوقتي النظام اللي هو اللاب اوتوميشن، اللي هو اي قسم من حقه ياخد اي عينه لاي مريض، تمام، يحط لها باركود فيها معلومات عن المريض والتحاليل المطلوبه، تتحط على انابيب، الانابيب بتاخد العينه توصلها للمعمل، المعمل الاجهزه بتاخد الانبوبه اوتوماتيك تحليل لكل التحاليل اللي هو يعني عاوزها، يعني الشخص يكون ليه باركود وتطلع على النت بعدها بحوالي ربع ساعه، الشخص ليه تحليل جسمه كله موجوده، او لما نحتاجها تكون موجوده متوفره على طول، بدل ما ناخد وقت ان احنا نستنى على طول في خلال ربع ساعه تجيله النتائج. طب الجهاز زي دوت ده اكيد مكلف جدا، هل ده موجود في كل المستشفيات او في كل معمل؟ والله احنا اليومين دول الموضوع بالنسبه للمستشفى بتاعنا قيد البحث او قيد الدراسه ان هم يدخلوا هذا النظام في المستشفى، واحنا طبعا بنناشد ان هم. طب قيد البحث والدراسه متوقفه الموافقه على الميزانيه ولا على الجوده بتاع التحليل نفسه؟ والله اعتقد ان الاول ميزانيه، يعني لو في لو في ميزانيه هتسمح يبدا يطرح مناقصه ويبدا يشتغل، انما طالما ما فيش ميزانيه بيستنى. انما طيب، التفكير في الموضوع ده كويس جدا ان انت بتفكر في انك تبقى على المستوى العالمي. طيب حضرتك كرئيس قسم للتحاليل، يعني طبعا هو قسم موجود داخل المستشفى في اقسام ثانيه، شايف ان الرعايه بتاع قسم التحاليل او الميزانيه بتاعته متوفره بقدر كبير يخدم الاهميه بتاعته، ولا في عجز في الحته دي؟ لا انا شايف ان في عجز، المفروض تزيد ميزانيه المعمل شويه، بس يعني دايما يعني الاقسام الطوارئ هي بتاخد معظم الميزانيه، اقسام الطوارئ والجراحات. الطوارئ والعمليات والجراحات. يقول لك عايزين اجهزه تنفس صناعي لحالات الطوارئ، عايزين نعمل اوض عمليات جديده، عايزين نعمل سرير طوارئ تانية، يعني دايما الحاجات الاقسام اللي هي ضروريه قوي، او مكن فشل كلوي، مكن غسيل كلى تاني، فدايما دي بتضغى على ميزانيه على التحليل. طب حضرتك كرئيس للقسم دوت اكيد بيبقى في تفكير خارج الصوره او خارج الروتين اللي موجود علشان تدعم القسم بتاع حضرتك، ده ممكن يتم ازاي بطريقه صحيحه؟ والله بيتم، يعني اخر حاجه عملناها ان احنا جالنا جهاز عن طريق شركه تبرع، جهاز ثمن حوالي مليون جنيه تبرع من الشركه في مقابل ان احنا شركه ادويه او خاصه بالمستشفيات، شركه خاصه باجهزه المعامل بالمجال الصحي وكيماويات المعامل، في مقابل ان احنا عندنا اصلا عدد كبير جدا من التحاليل بيحصل في الشهر، فهم هيعوض يعني السعر ده، الجهاز ده يعتبر مناسب لان هم هيشتغلوا بدل ما كانوا يعني مش هو هيدعم المستشفى بالجهاز علشان يشغل هو عشان الشركه بتاعته او المصنع بتاعه بالظبط، عشان فتبقى مصلحه متبادله، حاجات زي كده نتصرف، او واحد متبرع يعني فاعل خير يتبرع كده يعني. طبعا المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء والدكتور احمد عماد وزير الصحه بنشدهم يعني بالذات في قسم التحاليل، لان دوت المواطن بيعتمد عليه جدا ان هو بيشوف المرض عشان يقدر يشخصه عشان يديله علاج صح، فبنشده من هنا من برنامجنا انه يكون في ميزانيه خاصه لمعامل التحاليل ولوزاره الصحه بصفه عامه، لان احنا عايشين في مصر يعني الامراض كترت جدا. صحيح. والمواطن تعب بصراحه بالنسبه للامراض. حضرتك شايف ان المواطن بيحصل على خدمه في مصر تتلاقى او تتناسب مع المرض اللي موجود، ولا الخدمه اقل بالنسبه لمنظمات الصحه العالميه؟ هو طبعا معروف ان الخدمه اقل، مش انا بس اللي عارف كده، الحكومه كمان عارفه دي كده. حاجه حقيقه والناس شايفاها ملموسه يعني. لا الحكومه يعني كمان عارفه كده وبتحاول. امال هي بتعمل ليه دلوقتي التامين الصحي الشامل؟ بمعنى التامين الصحي الشامل ان يبقى كل مريض من حقه انه يتعالج في المكان اللي هو عاوزه. المفروض موجود اصلا من دستور 56 ان الدوله بتدخل الرعايه الصحيه المجانيه لكل مواطن. بس مش ده المفروض موجود من دستور 56؟ صحيح. بس طيب، هو دلوقتي البرنامج التامين الصحي الجديد هيفصل الخدمه، يعني اللي بيأدي الخدمه عن الفلوس، يعني بمعنى انت كمريض اكتر، عشان برضه هو التامين الصحي الناس متاكده انه موجود من زمان. طب التامين موجود انت دلوقتي التامين الصحي ده انت ليك تامين بتروح مستشفيات التامين، الجديد انك مش هتروح مستشفيات التامين، هتنقي المستشفى اللي انت عايز تعالج فيها، مالكش دعوه بالتامين. انت الدوله هتدفع ثمن الخدمه لكل الاماكن، انت تنقي المكان اللي عاوز تعالج فيه والدوله هتحاسبه، ما انتش مفروض عليك لازم تتعالج في مستشفيات التامين الصحي وعيادات التامين الصحي. مش كده وبس، كمان مظله التامين بتعالج اللي بيشتغل في الحكومه. لا دلوقتي المظله الجديده هتغطي كل الناس، الفلاحين، العمال اللي باليوميه، الناس اللي هي مش متعالجه في الحكومه، كل فئات الشعب وكل مواطن في الشعب هتغطيه مظله التامين الصحي ويقدر يعني يتعالج في اي مكان، ان شاء الله في مكان خاص. طالما الحكومه هتعمل فئات للمستشفيات، يعني اللي بتتبع معايير الجوده الكامله ومستشفى كويس هتبقى فئه الف، دي من حقها تعمل تاخد تامين صحي ولا لا؟
لو فئه جيم مثلا دي ممنوع ان هي تشتغل تامين صحي. اللي هي معايير الجوده هيبقى في تقييم الف ب ج يعني مثلا جوده المستشفى. واللي هتبقى احسن المستشفيات هي اللي هتخش تحت في مظله التامين الصحي، من حقها تعالج المريض التامين، والدوله هتحاسب للمريض. بدل نفقه الدوله بقى أيوه. انت كمريض من حقك تروح اي مكان تتعالج، والدوله هتحاسب المكان اللي انت اخترته. يا ريت يحصل كده يا فندم. هو المشروع التامين الصحي كده اللي هو دلوقتي قايد البحث، اللي هو قايد، مش قايد البحث، قايد التنفيذ كمان. يعني هيتنفذ والقانون طلع ولا لسه هيتنفذ؟ لا هو يعني هو دلوقتي الاعداد له، يعني دلوقتي احنا كمستشفى شبين التعليمي جات لنا معايير الجوده اللي لازم نمشي عليها اذا كنا عاوزين نخش في مظله التامين الصحي، او يبقى من حقنا نستقبل المريض نعالجه تامين صحي. واحنا كل المستشفى بتجتهد جدا انها تلبي كل هذه المعايير عشان تفوز بالفئة. في مستشفيات دلوقتي دخلت تحت القانون ده ولا لسه؟ لا لسه، ده هو ما زال يعني في مده محدده للمستشفيات التامين الصحي، في مده محدده لتنفيذ القانون ده ولا؟ اه طبعا في، انا عارف ان هو اظن بداياته هتبقى من 2017، يعني الثلاث سنين جايين او السنتين الجايين يعني هو المستشفيات اللي في خلال في خلال سنوات قليله يعني وفعلا هم شغالين دلوقتي جديا في القصه دي، فاعتقد ده تطور كويس قوي هيدي للمريض حقه الكامل. يعني يا ريت مشروع زي ده يتطبق في مصر عشان المواطن يحس في تغيير بعد ثوره في المجال الصحي، لان الامراض في مصر مستوطنه زادت جدا. طيب بالنسبه اللي احنا اتكلمنا في العلاج واتكلمنا في التشخيص والدواء وكل ده، عايزين نتكلم في الوقايه من الاساس. وحضرتك رئيس قسم للتحليل، اكيد في طرق للوقايه عشان المواطن اصلا ما يروحش المستشفى. طبعا هو الوقايه، في وقايه عباره عن يعني سلوك واحتياطات، زي يقول لك ابعد عن ادوات المريض، تجنب الاماكن المزدحمه لو امراض بتتنقل عن طريق الجهاز التنفسي، الاكل مثلا ابتعد عن الاكل الملوث، اغسل ايديك قبل الاكل، وبعض الحاجات الاحتياطات دي. ولكن في حاجه بقى اللي هو الوقايه الخاصه بكل مريض، يعني مثلا احنا الاطفال بنطعمهم ضد شلل الاطفال، ضد الدفتيريا، ضد الدرن، ضد الفيروبي دي بي، دي تطعيمات اجباريه. في تطعيمات بتحصل في مواسم الاوبئه زي تطعيم الكوليرا مثلا. في تطعيمات بتحصل لما تكون واحد مسافر ياخد تطعيمات للبلد اللي مسافرها، او رايح يحج ياخد تطعيم مثلا ضد الحمى الشوكيه. ده الدوله اللي بتقوم بجزء التطعيم. طبعًا. المواطن بقى نفسه ازاي يحمي في نفسه؟ في حاجات تانيه، طعوم تانيه او تطعيمات تانيه زي مرض الحساسيه مثلا. واحد عنده حساسيه بيعمل اختبارات حساسيه في المعمل، المعمل يقول له انت عندك حساسيه مثلا في المأكولات مثلا للموز والشوكولاته مثلا، وعندك للجو مثلا للصوف والريش يبدا يبعد عن الحاجات دي. وحتى بتتعمل تطعيمات تعالج الحساسيه وتقي منها فيما بعد، تعالجها خالص يعني. واحد عنده حب شباب برضه ممكن بيتعمل طعم الحب الشباب، تطعيم بياخده المريض بيضيع له حب الشباب. طيب بالنسبه للاتربه اللي موجوده واحنا ماشيين في الشارع اكيد يعني مش هنقدر نعمل حاجه بالنسبه للاتربه والحساسيه والمعدة. طبعا فده يكون دي بقى يعمل اختبارات الحساسيه ويعمل يعني لازم تحليل دوري او تحليل التطعيم ده. لا مش دوري، هو بيروح مره واحده يعمل اختبارات حساسيه، تعرف عنده حساسيه لايه، وتعمل له تطعيم ضد الحاجات اللي بتعمل له حساسيه. وفي حتى تطعيمات جاهزه دلوقتي بتيجي من بره، في يعني، انما في بتتعمل في المعامل المصريه نفسها كده. طيب عايزين يعني ننصح المواطن بصفه عامه، المصري اللي سواء رايح مستشفى او رايح مكان حكومي عشان يتلقى علاج، علشان ما يعملش مشكله عشان ياخد حقه. احنا عايزين نوصل لمرحله ان هو عارف حقه اصلا من الاول قبل ما يروح المستشفى علشان يقدر يطلبه بطريقه صحيحه، ولو ما حصلش عليه ايه الخطوات اللي يعملها؟ ايه هو حقه الاول وازاي يحصل عليه؟ اي مريض مصري لو بيعاني من مرض طارئ، يعني حادثة، أزمة قلبية، واحدة هتولد طوارئ رايحة في ولادة، دي طوارئ، ده بيروح يقطع تذكرة من الاستقبال ما يدفعش حاجة ويخش المستشفى. على الأقل 48 ساعة قرار الوزير، 48 ساعة بيتعالج، يتلقى خدمة مجانية بالكامل. طب إذا كان بيحتاج عملية في حالة الطوارئ تعمل له، ولو كانت مكلفة ولو مكلفة، ولو هو هيحتاج بعد ال 48 ساعة علاج مكلف جدا، بيتعمل له قرار على نفع الدولة، على نفع الدولة، ويتعالج على نفع الدولة. ده لو حالة طارئة. حالات مش طارئة بيروح العيادة الخارجية، يقطع تذكرة عيادة خارجية ويروح يكشف في التخصص اللي هو عاوزه، وبياخد خدمته عادي جدا. بس بقى دي ممكن يبقى فيها أجور رمزية، تحليل هيدفع. طب بالنسبة للعمليات اللي على نفع الدولة، متاحة لكل المصريين ولا اللي هم تحت مظلة التأمين زي ما لا دي للي مش تحت مظلة التأمين، يعني نفع الدولة اللي مش تحت مظلة التأمين اللي مش تحت مظلة التأمين. وطبعا يعني يكون محتاج،
يعني في بحث اجتماعي بيحصل على هو ما بيحصلش لا بحث ولا حاجه. هو المريض يقول انا فقير ما معيش فلوس، بتعمل له على طول القرار، بتعمل له تشكل له لجنه والدكاتره. طب اذا كان في مريض دخل مستشفى واترفض تعمل له موضوع زي ده، يلجا لمين او يلجا لجهه ايه علشان ياخد حقه؟ يلجا لمدير المستشفى الاول، مدير المستشفى هيحل المشكله. مدير المستشفى ايوه اذا عارف يوصل له. طب لا ده هو مدير المستشفى بمنتهى السهوله توصل، ده انت توصل لمدير المستشفى اسهل ما توصل لرئيس قسم. بالنسبه لموضوع الامن ودخول المستشفيات، في ناس كتير تدخل تلاقي فيه خناقات كتير على البوابه، تلاقي عشان عايزه تدخل تزور او كذا، ممكن يبقوا رايحين في ميعاد الزياره مش عارفين مش عايزين يدخلوهم، او رايح في غير ميعاد الزياره وفي مشاجرات كبيره، فالنقطه دي يعني هو تفصيله صغيره. الزيارات لها مواعيد. لو الزائر احترم هذه المواعيد هيدخل بدون مشاكل. المشاكل بتبدا لما يحاول يدخل بدون مش في الميعاد. لو في موظف فاسد شويه ودخل واحد في غير ميعاد الزياره وواحد شافه، طبعا هيتخانق اشمعنى دخلت ده وما دخلتش ده. هنا ممكن يكون فيه الفساد، ممكن هو اللي يكون سبب في المشكله دي. يا ريت الفساد يا دكتور ينتهي خالص في مصر، وفعلا التامين الصحي اللي الدكتور اتكلم عنه يتطبق في مصر. معلومه صغيره، احنا عايشين في مصر حوالي دلوقتي 100 مليون نسمه، منهم 95% منهم يعني حوالي 90 مليون مصري عايشين في 5% فقط من مساحه مصر، يعني 95% من المساحه فاضيه، وده طبعا بيؤدي لامراض كتير جدا بسبب الغذاء والتلوث والاتربه والازدياد السكاني. فالمعلومه دي يا ريت نفكر فيها تاني، نوزع السكان على مصر كلها علشان نحس ان احنا مش مخنوقين في مصر، نحس ان مفيش امراض في مصر. يا ريت منظومه الصحه تتطور، يا ريت الزياده في الميزانيه بالنسبه للصحه تكون عاليه جدا مناسبه للامراض اللي موجوده في مصر. واستنوني في حلقه جديده من برنامج والله زمان.